السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنحل مع بعض السؤال الثالث والرابع، ودوت هيكون بارت 2 من حل امتحان السنه اللي فاتت بتاع الاركي. طيب السؤال بيقول لك ايه؟ هو مديك هنا سيمبلي كود ومديك الستارتنج لوكيشن. الستارتنج لوكيشن يعني اللي هو اللوكيشن بتاع اول انستراكشن، فاللي هو بتاع سيت للزين دوت الستارتنج لوكيشن بتاعه، هنشوف هنستخدمها في ايه كمان شويه. تمام، وكل اللي طالبه منك هو مديك تيبل كده وبيقول لك يحول لي الاسمبلي كود للميبس ماشين كود، فهنشوف الحالة دلوقتي مع بعض. طيب أول حاجة هو قال لك سيت للزان تي زيرو. تمام، قال لك سيت للزان تي زيرو والاس زيرو والزيرو، تعمل له الميبس ماشين كود وتحدد له التايب بتاعك. تمام، فهنا التايب بتاع سيت للزان ار تايب. خلينا بس نكون متفقين على حاجة كده، هراجع معاكم بسرعة حاجة سريعة. أي حاجة فيها 3 ريجسترز بتكون ار تايب، فهنا في 3 ريجسترز يبقى ديت ار تايب. طب في ايه تاني ممكن يكون ار تايب؟ الار تايب هيكون فيه 2 ريجستر في حاله واحده بس او في حالتين، بمعنى اصح لو هي شيفت ليفت او شيفت رايت. شيفت ليفت وشيفت رايت ار تايب، ديت الحاله الوحيده اللي بيكون فيها 2 ريجسترز وبتكون ار تايب. تمام، هنا في 3 ريجسترز يبقى هي ار تايب على طول. طيب الار تايب ازاي كنا بنعمله؟ كنا بنعمل الاوب كود والار اس والار تي والار دي وشيفت اماونت الفانكشن. الاوب كود كانت بستة، الار اس بخمسة، الار تي بخمسة بت، والار دي بخمسة بت، والشيفت اماونت بخمسة، والفانكشن بستة بت. تمام، طيب ما السيت ليست زين بس كده عشان نفتكر هي كانت بتعمل ايه. هي كانت بتقارن الفيرست سورس اللي هو الاس زيرو مع السكند سورس، لو هما لو الاس زيرو كانت اقل من الزيرو فكانت بتست التي زيرو. يعني ايه بتستها؟ يعني بتخليها بواحد، غير كده بتخليها بصفر. طيب طبعا بيكون في معاك شيت في الاخر بيكون جايب لك الارقام. يعني هنا الاوب كود بتاع السيت للزان، انا خدت السكرين اهوت من الامتحان. الاوب كود بتاع السيت للزان، سيت للزان اهيت، مش عارف هي دي ولا لا، غالبا هي. لا ثواني، هي الاوب كود بتاعها زيرو. تمام، والفانكشن بتاعتها 42، فهنا حطينا الاوب كود زيرو والفانكشن 42 من غير ما نكون حافظين اي حاجه اهو. الفكره بقى كلها في الحاجات في الار اس والار تي والار دي. طبعا الشيفت اماونت هنا مفيش عمليه شيفت خالص، فهتكون برضو بزيرو. تمام، الار اس هي الفيرست سورس. فين الفيرست سورس؟ الاس زيرو. فنشوف الاس زيرو رقمها كام. هنا قايل لك ان من اس زيرو لحد اس 7 16 ل 23، فالاس زيرو. والسكند سورس اللي هو الزيرو دوت هنحط فيه، هنحط في الار تي يعني، فنحط زيرو. وهنا دوت الديستنيشن اللي هو التي زيرو، التي زيرو الرقم بتاعها 8. وبعدين تبتدي ان انت تعمل البت، هتعملها على اساس عدد البتس. يعني هنا زيرو تقوم مليها في 6 بت، هنا ال 16 تقوم لازم تملاها في 5 بت بس، هنا الصفر تملاها في 5 بت، ال 8 في 5 بت، الصفر في 5 بت، ال 42 في 6 بت. وبعدين كان طالب منك ان انت تديله الماشين كود في الهيكسا ديسمال. طيب ازاي بقى بتحول من الباينري للهيكسا ديسيمال؟ احنا مبدئيا هو اصلا ما كانش طالب منك ان انت تجيب الباينري، تمام، بس احنا جبناه علشان نعرف نحول لهيكسا ديسيمال. هو كان طالب منك ان انت تجيب له الحاجات في الديسيمال. قال لك قال لك هات لي الحاجات اهي في الديسيمال اللي هو الميبس ماشين كود يعني، وقال لك هات لي ايه الماشين كود في الهيكسا ديسيمال، ما كانش طالب الباينري. فاحنا ليه جبنا الباينري؟ عشان نعرف نحوله لهيكسا ديسيمال. الهيكسا ديسيمال ان انت بتكومباين كل اربع ديجيتس مع بعض، يعني بتجيب كل اربع ديجيتس وتشوف هي بتساوي ايه. هنا هناخد اول اربعة، اول اربعة هما بقى زيرو، فنحط زيرو. بعد كده ناخد الاربعة اللي بعديهم باتنين، بعد كده تاخد الاربعة اللي بعديهم بصفر، بعد كده الاربعة اللي بعديهم برضو بصفر، وبعد كده الاربعة اللي بعديهم باربعة، وبعد كده الاربعة اللي بعديهم بصفر. تمام، وبعد كده اتنين، وبعد كده اخر اربعة دول بعشرة. عشرة في الهيكسا ديسمال ترجم لايه؟ تمام، طيب ده كده أول سؤال. خلينا نخش على السؤال اللي بعديه. قال لك branch not equal t0 وال0 وال l1. طيب ال branch not equal عايزين نفتكرها كانت بتعمل ايه. هو في حاجتين، في حاجة اسمها branch equal وحاجة اسمها branch not equal. branch equal هو بيشوف لو ال register اللي هنا القيمة اللي جواه بتساوي القيمة اللي جوه الريجستر اللي هنا، بيروح يلوب هنا دوت البرانش ايكوال. طب احنا هنا في حالتنا البرانش نوت ايكوال بيتشيك لو الفاليو اللي جوه الريجستر دوت مش بتساوي الفاليو اللي جوه الريجستر دوت، في الحاله دي هو هيروح برانش. تمام، طيب احنا هنا معانا ايه؟ معانا تو ريجستر بس، تو ريجستر ومش شيفت ليفت ولا شيفت رايت، يبقى على طول ايه؟ يبقى هي اي تايب. تمام، الاي تايب كانت ازاي بتتقسم؟ اوب كود
ار اس ار تي والادرس او اللي هو الاميديت فاريبل. تمام. طيب الاوب كود طبعا 6 بت، الار اس 5 بت، الار تي 5 بت، وطبعا الباقي من ال 32 بت هيبقى 16 بت. طيب البرانش نوت ايكوال ازاي بتتعمل؟ دوت الفيرست سورس ودوت السكند سورس. يبقى الفيرست سورس التي 0 حطيناها هنا في الار اس ب 8، والسكند سورس اللي هو الزيرو حطيناها ب 0. وطيب الاوب كود بتاع البرانش نوت ايكوال هتروح برضو من الشيت اللي معاك، برانش نوت ايكوال اهو الاوب كود بتاعها ب 5، فتقوم هنا عامل 5. الادرس صلى الله يشفع فيك. تعال نشوف في الادرس بنجيبها ازاي. طيب هنبدا من عند السطر بتاع البرانش نوت ايكوال دوت. تمام. هو ده دلوقتي اللي احنا شغالين عليه. دلوقتي لو الكونديشن اللي جوه البرانش نوت ايكوال ما تحققش، انت المفروض هتروح تقف على انهي سطر؟ طب خلينا نسال السؤال بشكل تاني، لو الكونديشن اللي هنا اتحقق انت هتروح تقف على انهي سطر؟ هتروح تشوف فين L1 وتروح لها الليبل. طب انا بقول لك لو ما اتحققتش فانت هتروح تقف هنا، صح كده؟ طيب جميل قوي. بعدين تعمل ايه علشان تجيب الادرس بتاع L1؟ تبتدي تعد كل السطور اللي ما بين السطر اللي انت واقع اللي انت هتقف عنده لو الكونديشن ما اتحققش، وتقف عند الليبل. بمعنى تعال نعد كده، ادي 1 ادي 2 ادي 3. تمام كده احنا عدينا 3 سطور من بعد السطر اللي احنا هنقف عنده لو الكونديشن بتاع البرانش ما اتحققش. يبقى كده ال L1 دوت بقى ب 3، او بمعنى اصح الادرس بقى ب 3. عرفنا كده جبنا الادرس منين؟ طيب احنا هنا كنا بننزل لتحت، طب افرض كنا بنطلع لفوق، فهتبقى بالسالب. بدل ما تقول 3 لا هتقول سالب 3. اتمنى يعني تكون الحته دي واضحه. طيب بتملاها في 16 بيت عادي، بتملاها في 5 بيت 5 بيت 5 بيت، وبتبتدي تجيب الهيكسا ديسمال. خلاص بقى عرفنا ازاي بنجيبها، بتكومباين كل 4 ديجيتس مع بعض وتجيب الهيكسا ديسمال فاليو بتاعتها. هنا 1 بعد كده 5 الى وكمل بقى ايه لغايه الاخر. طيب الانستراكشن اللي بعدها كانت اد اي اس 1 و 0 1. مش ثانيه واحده بس. تمام اوكي ماشي. اد اي اس 1 و 0 1 بعدين ديت من نوع ايه؟ من نوع اي تايب. ليه هي اي تايب؟ لان انت هنا معاك تو ريجستر ومعاك اميديت فاريبل، فهي دي كده اي تايب. طب كنا ازاي بنقسم الاي تايب؟ اوب كود ار اس ار تي اميديت. الار اس هي السورس اللي معاك، والار تي ممكن تكون السكند سورس او الديستنيشن. طيب هنا في حالتنا ديت احنا هنا معانا السورس ومعانا الديستنيشن، السورس اللي هو الزيرو والديستنيشن اللي هي اس 1. ف بالراحه كده نمشي على هنمشي واحده واحده على الحاجات اللي معانا ديت. الاوب كود بتاع الاد اي، هتفتح كده الشيب بتاعك، الاوب كود بتاع الاد اي ب 8. تمام هتحطه ب 8. السورس بتاعك اللي هو الزيرو هتحطه ب 0. الديستنيشن باس 1 هتحطها ب 17، والاميديت فاريبل ب 1 فهتحطها ب 1. تمام. بعد كده بتبتدي تحولها للباينري وتجمع كل 4 وتطلع الهكس ديسمال بتاعها. تمام كده انت جبت ايه؟ الهكس ديسمال ادرس. طب تمام. الانستراكشن اللي بعدها اد اس 0 و 0 0. طيب ديت من نوع ايه؟ من نوع ار تايب. ليه؟ لان هي فيها 3 ريجسترز همت اوب كود ار اس ار تي ار دي شيفت اماونت فانكشن. الاوب كود طبعا بتاع اي ار تايب بيبقى ب 0. طب ايه بقى اللي بيحدد الفانكشن اللي انا هعملها؟ هي الفانكشن ذات نفسها، الجزئيه بتاعه الفانكشن ديت اللي هم الست بت اللي في الاخر. بتجيبها ازاي؟ برضو بتشوف الفانكشن بتاعه الاد 32، فبتحط 32، والاوب كود طبعا ب 0، الشيفت اماونت ب 0، وهنا الار اس الفيرست سورس ب 0، السكند سورس ب 0، الديستنيشن اس 0 ب 16. برضك بتجيب الباينري، بعد كده بتجيب الهكسا ديسمال. طيب نيجي بقى عند الجي. هنا الجي، طيب ثواني نمسح الكلام ده بس. طيب الجمب مبدئيا يا شباب، الجمب احنا ما خدناش يعني ما خدناش ان انا نجيب الادرس بتاعه في المحاضرات، بس برضو ايه نقولها من باب العلم بالشيء، يعني ممكن تجي لنا ولا حاجه، بس احنا ما خدناش. يعني الجمب ازاي بنعملها؟ صلى على حبيبك النبي. انت هنا بتشوف انت هتجمب على ايه. انا دلوقتي رايح اجمب على الاكزيت. طب الاكزيت دوت مكانه فين؟ مكانه هنا. طيب علشان اعرف مبدئيا، بس عشان ايه قبل ما اتكلم في الكلام دوت، عايزين نشوف اصلا الانستراكشن بتاع الجمب ازاي بيتكتب. او الاوب كود والادرس. الاوب كود بياخد 6 بت والادرس بياخد 26 بت الباقيين. تمام. طيب الاوب كود بتاع الجمب تعال نبص عليه. الجمب بتاخد 2. جميل كده احنا عايزين بس فاضل لنا نعرف ازاي نجيب الادرس بتاع الليبل اللي انا رايح لها. تمام. طيب ازاي نجيب الادرس؟ انا دلوقتي رايح اجنب على الاكزيت. تمام. طيب فانا عشان اعرف اجنب على الاكزيت، فالادرس بتاعي هيكون الادرس بتاع الاكزيت على الاربعه.
طيب ازاي اجيب اصلا الادرس بتاع الاكزيت؟ طيب هو هنا مديك الستارتنج لوكيشن ب 8 شويه اصفار 8 دوت بتاع اول انستراكشن. طب انا عايز اجيب الادرس اللي هنا، فانت المفروض كل ما بتنزل انستراكشن بتزود بي سي بلس 4 بي سي بلس 4 بي سي بلس 4 بي سي بلس 4 بي سي بلس 4، فانت هتزود كام مره؟ هتزود 1 2 3 4 5 6، هتزود 6 مرات بي سي بلس 4. يعني هنا الرقم دوت تجمع عليه 4 6 مرات. طيب لما تجمع عليه 4 6 مرات هيقوم مديك ايه؟ هيقوم مديك الرقم دوت، تمام، اللي هو 8 0 0 0 0 3 2. هتقوم قاسمه على 4 وتقوم حاطه في الادرس بورد بس كده، تمام. طيب السؤال الرابع يا شباب، هنا بيقول لك ان انا عنديك كلوك سايكل بتاعت السنجل سايكل ميبس، وهي موجوده في الفيجر 1 في بيج 6، فانت لو جيت نزلت تحت كده هتلاقيها موجوده، بس طبعا احنا مش هنفتحها من هنا عشان الكواليتي بتاعتها وحشه جدا، فانا جبت الرسمه ديت من المحاضره، تمام. طيب ومديك انستراكشن، ديت الانستراكشن بتاعتك هيت من 32 بت، وقال لك ان الادرس بتاع الانستراكشن هو الادرس ده. طب هو عايز ايه بالظبط؟ هو بيقول لك والله انا هديك تيبل، التيبل دوت فيه كده شويه قيم املاها لي، ولو لقيت حاجه انت مش عارفها او لقيت حاجه دونت كير حطها لي باكس. طب كلام جميل، تمام، مديك انشالايز للريجسترز دول هستخدمهم برضو ان شاء الله احنا بنملاها، تمام. طيب مبدئيا احنا دلوقتي عايزين نحدد الانستراكشن بتاعتنا ديت هي عباره عن اي تايب ولا ار تايب، ولو هي ار تايب هتكون عباره عن ايه، ولو اي تايب هتكون عباره عن ايه. طيب هي طبعا بنبص عليها هي الاوب كود، الاوب كود بتاخد اول 6 بت، فانت تاخد ال 6 بت دول وتجيب الفاليو بتاعتك. لقيت ان الفاليو هنا 1 2، ثواني كده، انا ما خدتش 6 بت، انا كده خدت 7. طيب ال 6 بت هما دول 1 2 4 وهكذا، هتمشي بقى لغايه الاخر، يبقى كده الاوب كود بتاعنا 4. يبقى احنا كده عرفنا ان مبدئيا احنا مش ار تايب. ليه؟ لان الار تايب قلنا ان هي دايما بتكون زيرو، فاحنا كده اي تايب. فعايزين نفتكر الاي تايب ازاي كانت بتتفك. كنا بنقول الاوب كود ار اس ار تي الادرس، تمام. طيب هنا 2، هنا 4 اسف، عايزين نشوف ايه هو الحاجه اللي الاوب كود بتاع 4، هنلاقي البرانش ايكوال. فمبدئيا هنا حطينا ان الانستراكشن بتاعتنا برانش ايكوال، تمام. بعد كده نشوف الخمسه بت اللي بعدهم اللي بعدهم، تمام. الخمسه بت اللي بعدهم دولت بيقول لك الفيرست ريجستر او الفيرست سورس، فهنا لما تيجي تجيب الخمسه بت هتلاقيها هيديك رقم كام؟ رقم 9 اللي هو التي 1. لا هو غالبا هيديك رقم 8، ثواني كده، 5، تمام بالظبط، هيديك 1 2 4 8، تمام. يبقى هنا كده الفاليو ديت هتطلع بكام؟ ب 8، اللي هي قيمه الايه، التي 0 دوت الفيرست سورس. طب السكند سورس هتجيب الخمسه بت اللي بعديهم هتلاقيها طلعت مش فاكر بكام، بس هتديك قيمة اللي هي S2 الريجستر S2، واللي في الآخر دوت ال 16 بت اللي في الآخر دوت الأدرس، تمام. هنعتبر إن الأدرس هنا هيلوب على إيه، أو هيروح على الليبل. الأدرس دوت طلع بكام؟ طلع ب2. طيب كده إحنا كونا نظرة عامة إننا معانا برانش إيكوال هو من نوع أي تايب، ونبتدي بقى نشوف إزاي هنملى الجدول. صلى على يشفع فيك. طيب أدينا خدنا الجدول أهو حطيناه هنا، ونبتدي بقى نشوف الريد ريجستر 1. تعالى بقى نبص على الرسم، فين الريد ريجستر 1؟ الريد ريجستر 1 اهي. هنا بيقول لك الريجستر نمبر، النمبر بتاع الريجستر 1 دوت ايه اصلا؟ فاحنا هنا قلنا اننا معانا تي 0، فنشوف التي 0 الرقم بتاعها ايه؟ 8. نفس الكلام ريد ريجستر 2، الاس 2 رقمها كام؟ 18. طب بالنسبه للرايت ريجستر، فين الرايت ريجستر؟ رايت ريجستر اهو. بس هل انا اصلا محتاج ان انا اكتب في ريجستر؟ لا، انا كل اللي انا بعمله برانش، فانا مش هكتب في الريجستر بتاعي، فهتبقى ايه؟ دونت كير، تمام. طيب الحاجه اللي بعدها هنا بيقول لك الداتا سيجنال والريجستر كونتنت والميموري والميموري ادرس. طيب ريد داتا 1 بيقول لك الفاليو اللي جوه، ثواني كده، الريد داتا 1 فين؟ ريد داتا 1 اهي. ريد داتا 1 ديت احنا لازم نكون عارفين بتعمل ايه، هي بتشوف الفاليو اللي هي جوه الريجستر اللي سيلكتد باي الريد ريجستر 1، بمعنى اصح لو سيلكتد باي الار اس يعني. طيب فين هنا؟ احنا هنا قلنا ان معانا تي 0، فايه هي الفاليو اللي سيلكتد، او هي ايه هي الفاليو اللي جوه الريجستر تي 0؟ لو جينا بصينا على السؤال هنلاقي ان هو عامل لنا انيشاليز لبعض الريجسترز، فقال لي ان تي 0 هي 2، فيبقى كده الفاليو اللي جوه الريد داتا 1 هتكون ب 2. طيب بالنسبه للفاليو اللي جوه الريد داتا 2، تعال نشوف ال بتاعتنا، هنشوف الانستراكشن بتاعتنا هي هنا S2
طيب ال S2 ديت لما نيجي نبص عليها في ال في التيبل دوت هنلاقيها بكام؟ باتنين برضو، فيبقى كده هنا نحط اتنين. طب بالنسبة ل ALU input 1، طبعا اللي هيخش هنا ال ALU input 1 هيجي من read data 1 فيبقى باتنين، واللي هيخش هنا برضك هيجي من read data 2 فيكون باتنين. تمام، احنا شغالين برانش، فاللي هيجي هنا على ال ALU input 2 هيكون جاي من الريد داتا 2، مش هيكون جاي من الساين اكستند. تمام، بعد كده بيسأل على الادرس بتاع داتا ميموري والريد داتا والرايت داتا، كل دوت على الداتا ميموري، وبعد كده الرايت داتا على الريجستر فايل. طبعا احنا ولا هنكتب في الميموري ولا هنقرا من الميموري ولا هنكتب في الريجستر، فكل دولت هيكونوا اكس. تمام، حطيناهم كلهم باكس. طيب بالنسبه بقى للسيجنالز، هنا قال لك الريجست، فين الريجست؟ الريجست اهي، الريجست ديت اللي بتختار انت هتحط في الرايت ريجستر الفاليو اللي جوه الار تي ولا الار دي. طيب هل احنا اصلا هنكتب في الريجستر؟ لا، يبقى اكس. تمام، طيب الجامب هل في جامب؟ لا، يبقى بزيرو. البرانش طبعا انا بعمل برانش تبقى ب1. الميم ريد فين الميم ريد؟ ميم ريد الميم ريد ديت السيجنال بتاعت الميموري لو انا هريد من الميموري، وطبعا في ميم رايت، فطبعا انا ولا هريد ولا هرايت في الميموري، فيبقى الميم ريد بزيرو والميم رايت كمان بالمره بزيرو. طيب في ايه تاني؟ الميم توريج، الميم توريج، الميم توريج دوت السيجنال اللي بتقول لك انا هكتب ايه في الريجستر، يعني هكتب الفاليو اللي طلع لك من ال ALU ولا اللي طلع لك من الداتا ميموري. فطبعا انا مش هكتب في الريجستر قلت، فايه خلاص هتبقى ب اكس او دونت كير. طيب ال ALU اوب، طبعا احنا عارفين ان ال ALU اوب ديت بتكون حاجه محفوظه بتاعت البرانش، بتكون ايه؟ بتكون 01. الريج رايت، الريج رايت الريج رايت ديت برضو السيجنال اللي بتقول لك اذا كنت انا هكتب في الريجستر ولا لا. انا مش هكتب، هتبقى بزيرو عشان انا مش هكتب، فعملت لها ست بزيرو. ال ALU source، ال ALU source فين هو؟ ال ALU source اللي بيختار ال input التاني بتاع ال ALU. طبعا بما اني برانش فانا باخد الريد داتا 2 فهختار زيرو. تمام، اوكي تمام، اوكي تمام. اخر نقطه في السؤال بيقول لك what will be the value of the PC in the next clock cycle in hexadecimal. طيب احنا عارفين دلوقتي ان احنا اننا ماشيين branch equal. تمام، ودلوقتي هو مديك الادرس الحاليه اللي احنا واقفين فيها، فطبعا اول ما نعمل branch equal فلازم الادرس هيتغير. تمام، الادرس بقى هيتغير ازاي؟ طبعا لو كان مفيش branch فكنا بنقول ان الادرس بتاع next instruction بيساوي البي سي بلس 4. طب احنا دلوقتي برانش فنقول بي سي بلس 4 بلس الادرس في الفور. فين بقى البي سي؟ الاولد بي سي اللي هو الرقم اللي مديهولك ده، الادرس او الستارتنج ادرس يعني هو ده. طيب فين بقى الادرس؟ الادرس اللي هو الادرس بتاع البرانش اللي هو 2. فتيجي هنا تجيب البي سي وتجمع عليه 4 هيديك القيمه ديت، وبعد كده تقوم جايب الادرس وتضربه في 4، الاتنين يضربها في 4 يبقى ب8، وتقوم جامع عليها ايه القيمة ديت، فتجمع الاتنين دولت على بعض وتطلع له الريزلت النهائي. بس كده.